وشمال أفريقيا، وعندنا من جنوب أفريقيا، وعندنا من كندا، والحمد لله يعني بدأنا إن احنا نتجمع مع بعض ونشوف نقدر نعمل إيه يفيد بلدنا ويفيد المصريين اللي في الخارج. وده المؤتمر الثاني قررنا إن احنا نعمله في شهر أغسطس، 21 أغسطس إن شاء الله السنة دي، ونقدر إن احنا نقدر نقول إيه اللي احنا الفترة اللي فاتت ديت إيه اللي احنا قدرنا نعمله وإيه المنجزات اللي احنا نقدر نعملها. من ضمن الحاجات اللي احنا جايين نعملها طبعا أكيد أول حاجة إن احنا جايين تأييد لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونأيد جيش مصر العظيم في تصديه للإرهاب، وإحنا من ناحيتنا كمقيمين في الخارج بنحاول إحنا نساعد بلدنا اللي نقدر إحنا نعمله في محاربة الإرهاب، وإيه المطلوب مننا بنقدر نعمله ونقدر إن إحنا نتجاوز عشان نتجاوز المرحلة دي. ده بالنسبة للجاليات المصرية المقيمة في الخارج. وبعض الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها كمان اللي هي بالنسبة لقاعدة بيانات، عايزين بعض المسؤولين هنا ان احنا نتعامل معهم ازاي ان احنا نقدر كمان نتكلم ونشوف نقدر نشجع السياحة. احنا كمقيمين في الخارج عايزين نقدر ان احنا نساعد بلدنا، ومن المسؤولين ان هم يساعدونا في قاعدة بيانات ان احنا نعرف ايه المطلوب ان المقيمين في الخارج يقدروا يعملوه ان احنا نقدر نشجع السياحة. زائد على كده كمان بنشوف دور الجاليات في تنشيط السياحة، السياحة العلاجية عندنا كمان في بدأنا مع بعض الشخصيات المحترمة الموجودة هنا في مصر، منهم الدكتور جمال مصطفى السعيد، لعلاج بعض الأجانب اللي هم مقيمين في بعض الدول الاتحاد إن هم يجي يتعالجوا هنا في مصر من فيروس سي. دي بس بعض المواضيع. انت عايز حضرتك توضح لي ايه دور